مرحبا بكم مع حكيمه بلاسيما. راني حنحضر معاكم مشطو بصل وطوماطيش. وهاد المشطو راح نديرو لها شويه تاع اللحم، وعندي كيلو ورطل تاع المشطو. انا المشطو غسلتها ونقولكم نقيتها، نحينا لها شويه الريصال منه، من كيما تعرفوا المشطو ما نغلوهاش. وعندي 3 حبات بصل قطعناهم كيما راكو تشوفوا، وعندي 4 حبات تاع طوماطيش نحينا لهم الزريعه وقطعتهم قطع صغار. وبالنسبه للتوابل عندنا شويه راس الحانوت، مغرفه تاع قهوه، ومغرفه كبيره تاع عكري، ومغرفه تاع قهوه تاع فلفل الكحل، و4 مغارف زيت. ونبداو في تحضير هذه اللوبيا مشطو. بسم الله، انا هنا درت اللحم تاعي، نديرو هذوك 4 مغارف تاع الزيت ونحطوها على نار هاديه. انا نقليو في هذاك اللحم ونزيدو نديرو هذاك البصل. احنا مازلنا نقليو ونديرو المشطو تاعنا. بسم الله، هذيك الحبه تاع الحار ونزيدو نقليو على المشطو تاعنا. حركنا على هذيك المشطو ورانا رايحين نديرو الطوماطيش. احنا حركنا على هذيك المشطو ورانا رايحين نزيدو نديرو الطوماطيش ونخلو كلش على نار هاديه. انا هنا راني بسم الله نحرك مليح على المشطو تاعي باش ندير التوابل. لا، وراح نديرو مليح هادوك التوابل ونزيدو نحركو عليهم. رايحين نديرو الملح ما نكتروش. بسم الله، حنا رايحين نمرقو، نقولكم التمريقة ما نكتروش، ما نديروش حاجة كبيرة. حنا المشطو تاعنا رانا نتمرو فيها، ما يسمش نخلوها ما هي، ونوروها لكم في صحن الترطيب. هاي المشطو تاع نهار اليوم اللي حضرتها معكم، مشطو بصل وطوماطيش، ودرنا لها بنناها بشويه لحم. ونقول لكم هاد الطبق بنين بالبزاف، ان شاء الله تجربوه العائله تاعكم ولا تطبطوه تاكلوه بالصحه. وما بقى لي غير نقول لكم في امان الله.